تنفيذا لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن إنشاء صندوق للسيولة ب100 مليون دينار بحريني بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركات القطاع الخاص في المملكة. اجتمع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مع كل من معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل التمكين وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة والسيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة والسيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني والسيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي للبنك والسيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت والسيد رياض ستار الرئيس التنفيذي للبنك والسيد خالد عمر الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية والسيد سنجيف بول الرئيس التنفيذي للبنك لبحث المعايير والإجراءات التنظيمية لتنفيذ تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لبدء إطلاق صندوق السيولة الذي يصل حجمه إلى 100 مليون دينار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والذي ستستفيد منه شركات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية ويسهم في دعم تلك الشركات بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.